من موظف في شركة اتصالات إلى صاحب أهم وأكبر وكالة إعلانية في السعودية. أخذ مني الموضوع دقيقة، التفت علي قال لي ملف الشركة عندك؟ قلت عندي. قال عرض لي في الطيارة. في الطيارة. عمرو أبو عنب صاحب وكالة إكس إليمنت اللي استطاع أنه يكون الخيار الدائم للجهات الحكومية والخاصة. خلينا نسوي لك وكالة دعاية وإعلان. قلت له نفس اللي أول الجامعة المحاضرة. قال الله الله. قلت يلا. حوار مفيد اليوم الرابعة بتوقيت السعودية على MBC1 وشاهد. رمضان يجمعنا.